وأشار ضياء رشوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في أكثر من مناسبة عن الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وهو الحل القائم على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان على إدانة مصر بشكل قاطع أي استهداف للمدنيين من الجانبين، مشيرا إلى أن الموقف المصري يؤكد على أن استمرار العنف يأتي كرد فعل مباشر لعدم استئناف العمليات السياسية. كما شدد رشوان على أن مصر تؤكد دائما على عدم السماح بحدوث أي تداعيات سلبية على أمنها القومي. كذلك جدد التأكيد على تحذير مصر من تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني. كذلك لفت إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح، داعيا إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وبذل أقصى جهد بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني. وشدد رشوان على أن توقف المساعدات يهدد بتحول غزة لأكبر مقبرة جماعية في العالم، كما أشار إلى دعوة مصر لإطلاق سراح كل الأسرى. كما حذر ضياء رشوان من أن الصراع في غزة يوشك أن يصبح أزمة عالميا، لافتا إلى أن السلام الحقيقي بالمنطقة يتم فقط بحل القضية الفلسطينية. ابتدي اجاوب على بعض الاسئله اللي في الجزء الاول. بالقطع زي ما ذكرت موضوع الوقود موضوع شديد الاهميه والحيويه لحياه شعب غزه. وبالقطع مصر بتبذل جهود كبيره جدا، وبندعو المجتمع الدولي والدول الرئيسيه ان تبذل الجهد معنا. دخول الوقود احيانا اهم من دخول المياه. المياه يمكن أن تعوض ولو بمياه ملوثة، ويتم محاولة علاج الناس من التلوث بعدها. أما الوقود فمعناه أن تتوقف بقية مستشفيات غزة عن العمل مع هذا العدد المرعب من الجرحى وأيضا المصابين. وبالتالي إحنا بنبذل جهودنا، لكن يعني نتمنى أن المجتمع الدولي يمارسه. وأشكر حضرتك على السؤال الخاص بما قاله السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع المستشار الألماني. السيد رئيس الجمهورية تحدث عن أكثر من نقطة. النقطة وليس فقط في هذا اللقاء، في كل ما أعلن عن مصر. واحد، أن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة هو تصفية للقضية الفلسطينية. التهجير إلى أي مكان لا يهم. التهجير مجرد التهجير للشعب الفلسطيني خارج غزة هو تصفية للقضية الفلسطينية. طيب القضية الفلسطينية تعريفها ايه عند الرئيس؟ هي قضية القضايا. ثلاثة، عندما ذكر الرئيس انه اذا اردتم تهجير، تحدث الى دولة الاحتلال، لم يقل لهم قوموا بتهجير. إذا أردتم تهجير نحن نرفضه في الأصل لأنه بنرى فيه تصفية للقضية، لكن إذا أردتم جدلا تهجير الفلسطينيين فلماذا لا يذهبوا إلى جزء من فلسطين السابقة وهي النقب؟ النقب جزء من فلسطين. النقب بها مستوطنات إسرائيلية، النقب مرتبط بها غلاف غزة. كل ما جرى ويجري الآن من كر وفر هو في النقب اللي هي جزء من أرض فلسطين التاريخية. فالرئيس ببساطة بيقول لهم إذا كنتم انتوا شايفين إنه ممكن، فعندكم فلسطين اللي الناس دي نازحين منها أو لاجئين منها إلى قطاع غزة. الرسالة كانت واضحة، وأظن إنه الجانب أكثر الأطراف فهما لها كان الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، لأنه الرسالة فيها إيلام
للطرف الإسرائيلي، وفيها أيضا تذكير للطرف الفلسطيني ربما بأشياء قديمة، لكن أن يكون القصد منها كما حاول البعض أن يفسر هو الموافقة على التهجير، ده هذا أمر لم يحدث إطلاقا. الرسالة السياسية، وأنا بدعو حضراتكم المتابع ومهتم ويهتم أكثر أن يتابع ردود الأفعال الإسرائيلية على هذه الرسالة، كانت شديدة الألم. طيب السؤال الثالث وهو مهم ومهم الجميع، هناك حديث مسبق بدأ في بعض الأوساط الرسمية والإعلامية والبحثية الغربية حوالين ما بعد حماس. الحقيقة هذا الحديث يذكرني بحديث قديم في مجال الفكر حوالين ما بعد الحداثة. انتهى حديث ما بعد الحداثة إلى العودة إلى أشياء ربما لم تكن الحداثة تتصورها. ما بعد حماس هذا افتراض، وماذا سيكون عليه الحال في الحكم، ومن سيحكم، من سيتولى المسؤولية. مصر لا تشغل نفسها بهذه الأسئلة الآن. ما تشغل نفسها به مصر الآن هو الوضع الكارثي في قطاع غزة، الوضع الإنساني، سياسة العقاب الجماعي، هذا العدد الكبير من الضحايا من الشهداء والجرحى، احتمالات تصاعد الصراع وليس خلافة حماس. نحن الآن في مرحلة إيقاف تصعيد الصراع، مش في مرحلة من يخلف حماس أو يخلف غيرها. الصراع دائر الآن على الأرض، يجب على كل الجهود أن تتوجه من أجل إنهاء الصراع وإيقاف إطلاق النار فورياً، والبدء في التفاوض. ليس التفاوض حول من يخلف من في غزة، التفاوض حول الحقوق المشروعة المقررة بمقررات الشرعية الدولية. أي سقوط في فخ الإجابة عن مثل هذا السؤال، ليس أقصد حضرتك لكنه ده اللي بيتحدث فيه الآن، هو يعني حرف للاهتمام من الاهتمام الحقيقي من نقطة إلى نقطة. الاهتمام الحقيقي الآن ما هو حل القضية الفلسطينية، ما هو حل هذا الصراع، حل هذا الصراع في قرارات الشرعية الدولية، في حق تقرير المصير، وفي دولة مستقلة، وفي عدم الاعتداء على المدنيين، وفي حدود واضحة بين دولتين مستقلتين. الحديث عن من يحكم من وغزة في سلطة من معناه إهمال كل ما هو جوهري. طب لو حتى حد خطأ أو يعني غفلة حاول يجيب عن هذا السؤال، طب ماذا عن الضفة الغربية؟ الضفة الغربية بها السلطة الفلسطينية، والضفة الغربية يعتدى فيها يوميا على الفلسطينيين ويقتلون، ويعتدى على الأماكن المقدسة، والسلطة الفلسطينية محاصرة في رام الله. وها نحن قد عرفنا من يحكم الضفة الغربية. هل أثر هذا على حل القضية الفلسطينية؟ أنا أقول مرة ثانية، هذه أسئلة ليس في مكانها ولا زمانها، وهي مبكرة، ونحن مصر ليست مهتمة بالإجابة عن هذه الأسئلة الآن، هي مهتمة فقط بالحل الجوهري للقضية الفلسطينية. مرة أخرى بأؤكد على موضوع المساعدات، ومعه موضوع من موجود في الجانب المصري. مصر طوال الوقت بتؤكد على أنها المساعدات الآن هي قضية حياة أو موت، ولا يمكن التأخير فيها ولو لساعات، ومن طالب المجتمع الدولي كله تاني أن يشاركنا هذا الاهتمام ويشاركنا هذا الضغط على الجميع. مصر حريصة فيما يتعلق بالسلام، حريصة على أن السلام خيار استراتيجي ليس خياراً وقتياً. مصر حافظت على السلام منذ عام 79، 45 عاماً، ونحن نحافظ على السلام ونسعى إلى أن يكون هذا السلام شاملاً للمنطقة. لا أحد يساعدنا، لا أحد يساعدنا، إسرائيل لا تساعدنا وتريد أن تحصل على السلام مجاناً. المبادرة العربية تتحدث عن السلام مقابل الأرض، جاءت الحكومة الحالية في إسرائيل تريد أن تأخذ السلام مقابل السلام. الأرض هي جوهر النزاع، والصراع في الأصل على الأرض،
وقرار 181 للجمعية العامة الأمم المتحدة كان واضحا، هو قسم أرضا لم يوزع سلاما. مصر بتدعو وتلح على تمسكها بالسلام وفي نفس الوقت تمسكها الكامل بمصالح أمتها العربية ومساندتها الكاملة لقضية القضايا قضية فلسطين. ما احنا بنرجو من كل الأطراف الدولية أن يكونوا مسؤولين عن الحفاظ على السلام في المنطقة مثلما كانت مصر مسؤولة طوال 45 سنة اللي فاتت، ونرجو من كل الأطراف أنها لا تغامر ولا تجامل بما يمكن أن يطيح بالسلام. شعوب المنطقة شديدة الغضب، شعوب العالم الحر يزداد غضبها يوما بعد يوم إذا ما تركت هذه المسألة تتفاعل بهذه الطريقة، وأصرت دولة الاحتلال على المضي في سياستها فبالقطع وبدون مبالغة السلم والأمن الدوليين في خطر شديد. ونحن لا يجب أن ننسى أننا لم نبعد كثيرا عما يحدث في أوكرانيا، وأن الدول المشتبكة في هذه الحرب الكبيرة في شرق أوروبا موجود أطرافها في المنطقة، قواعدها وأساطيلها في المنطقة، دولها الحليفة أيضا موجودة في المنطقة. نرجو أن يعني يتعقل الجميع، وأرجو من الحكومة الإسرائيلية، وده أمر ربما ما بقاش مكانه الآن نناقش مع بعض، مر علينا في الصراع العربي الإسرائيلي من 75 سنة حكومات كثيرة من اليسار واليمين، ورأينا اليمين السياسي الإسرائيلي، ومصر عقدت السلام مع أكثر وأهم رموز اليمين السياسي الإسرائيلي مناحم بيجن. لكن اليمين الموجود في إسرائيل الآن اليمين المتطرف الديني الذي يبحث عن لحظة الخلاص أو النهاية، إذا ما أراد أن يستكمل وهمه أو أسطورته فأمن العالم كله مهدد. استدعاء فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بعد غيابها 75 سنة لم تمارس حكومة يمينية إسرائيلية سابقة، مارست كل صنوف العقاب الجماعي وكل صنوف الاعتداء على الفلسطينيين إلا أن تكرر ما حدث عام 47 و48 وهو التهجير الجماعي أو الترانسفير. الترانسفير الآن يأتي مع يمين ديني متطرف مهووس بأحلام وأوهام للخلاص التوراتي ونهاية العالم. يجب على قادة العالم أن ينتبهوا وينقذوا العالم من هذه الأوهام وهذه الأحلام. نقطة أخيرة، رفح جزء من سيناء، وسيناء بالقطع فيها القوات المسلحة المصرية في المنطقة جيم وفي المنطقة ألف ومنطقة ب، وفيها طبعا قوات الشرطة المصرية، إدارة الأمور المدنية في سيناء تقوم بها الجهات المختصة بإدارتها، ووظيفة القوات المسلحة أو الشرطة المدنية هي القيام بوظائفها المعروفة والمعتادة في مثل هذه المناطق. وأنا بأكرر لحضراتكم مرة أخرى يعني قبل إنهاء لقائنا اللي أنا سعيد به، إن إحنا حنبذل كل الجهود مرة تانية من أجل إن حضراتكم تبقوا أقرب مكان لرفح، وإذا خدنا ضمانات أو خدتوا ضمانات من دولة الاحتلال بأنكم آمنين في غزة بالقطع إحنا أول يعني ناس عن مصر كترحب بدخولكم إلى غزة. لو في سؤال أو اثنين، آخر سؤال أو اثنين بتحفظ. طبعا كل شكر للاستعلامات او كانت الدعوه للزملاء الصحفيين احمد الدرعي صحيفه الموعد الدولي. طبعا التوقيه الانظار كلها اليوم متوجهه الى مصر باعتبار لها دور تاريخي على صعيد حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وطبعا نظره دولها الاقليمي وذاتها الاقليمي والعربي. السؤال، إلى أي مدى اليوم مصر مستعدة في الذهاب لحل هذا النزاع؟ السؤال الثاني، كيف تستعد مصر لمجابهة الآثار السلبية المحتملة لطول هذا النزاع؟ بارك
امبارح تقريبا سمعنا انه الجبهه الاسرائيليه ممكن النزاع يطول لمده 3 شهور، كيف تستعد مصر اليوم لمواجهه الاثار السلبيه؟ السؤال الثالث والاهم، كيف تنظر مصر اليوم الى الحشود العسكريه التي تزدحم او بدات تزدحم بها المنطقه؟ شكرا. شكرا. اخر سؤال لحضرتك. سؤال الأخير لحضرتك. ده أول أخ أستاذ برضه بعد. اتفضل اتفضل اتفضل. مجد إبراهيم موقع الجمهور. أنا كنت بسأل باعتبارنا إعلاميين وصحفيين، يا ترى دور الإعلام العربي والمصري في تغيير القرار في صناع القرار في بره؟ هل إحنا عارفين إن دايماً إسرائيل لعبتها الإعلام ولعبتها الدعاية واستطاعت خلال احتلالها لفلسطين إن هي تحول مجرى الأحداث من إنها تكون معتدية إلى إنها تكون مظلومة أو في دور الضحية؟ هل تعتقد إن الإعلام العربي والمصري يفتقد لبعض الأشياء علشان يقدر يأثر في القرار الغربي؟ وهل يقدر يكون بدور فعلا في الضغط على اسرائيل وعلى الدول الغربيه لتغيير مسار قرارها في انها ترجع تساند القضيه الفلسطينيه؟ شكرا. جميل حضرتك. السؤال الاخير يا استاذ ايمن. الاستاذ مصطفى. السؤال الاخير اتفضل. في حد؟ طيب في حد هناك بس. بسم الله. اتفضل. احمد ادوم محامي صاحب موقع مصالح الاخبار. موقع وصراحة الباب. بشكر حضرتك جدا. وسؤال أهمية الدور المصري كوسيط أساسي في إجلال الرهائن لدى حركة حماس في الجنسيات الإعلامية المختلفة. جاوب مع جاوب معانا سؤال. دور مصر في خان مساعد. جاوب مع السؤال ده. أنت ما كنتش معانا من الأول. ماشي. طب السؤال اللي بعده. ماشي اتفضل. مساء الخير. مع حضرتك أي مجد الموقع. دلوقتي إحنا بنشوف وسائل اعلام غربيه مضلله ما بتستخدمش تعبير مضلل. طيب يعني في نشر لبعض الحاجات الغير صحيحه اللي احنا شفناها. غير صحيح ده تعبير ادق. بس مضلله لا. تمام. شفنا فيديوهات واقعيه لمراسلين لبعض القنوات وهي بتمثل في هي تحت قصف او قصف حماس، لكن اتضح ان ده العكس. هل في رصد من ده على ده خصوصا انه احنا نوضح الحقائق بمعنى صح؟ السؤال الثاني، لو تم تمهيد الدور وتأمين المعابر، ممكن ان مصر تسمح بدخول النساء والاطفال المصابين الفلسطينيين ولا هتعتبر ده برضه استثناء في حق فلسطين؟ شكرا. شكرا. دكتور دعوة سكري. اتفضل. انا صور جاي من كده جميعا. هو اعتقد انه عايز اعرف الموقف المصري والتفكير المصري من انه الخطوه اللي جايه وحكينا عن التدخل البري هيكون مساره والكارثه بتاعته اكبر على مدى الامم مش مصر بس المنطقه بالكامل. فعايز اقول لحضرتك هذا الموقف. ورا لو سمحت. شكرا دكتور ضياء على العرض التفصيلي لحضرتك من ناحيه جذور الازمه الاسرائيليه الفلسطينيه. سؤالي ببساطه فيما يتعلق نعرف انا عبد الرزاق الشويخي صحفي من موقع مباشر السوري في القاهره.
سؤالي فيما يتعلق بمنح القانون الدولي، من الواضح ان روسيا على سبيل المثال حاولت ان هي تاخد موقف في مجلس الامن الدولي لاجراء هدنه او وقف العمليات العسكريه من جانب السلطات الاحتلال على غزه. هل الحكومه المصريه سوف تعمل من او بالتنسيق مع المجموعه العربيه في الامم المتحده على اللجوء الجمعيه العامه للامم المتحده من اجل اصدار قرار الاتحاد المجلس، بحيث ان مجلس الامن فشل في ان هو يقوم بمسؤولياته في الوقف الاعتداءات الاسرائيليه على غزه؟ شكرا. شكرا لحضرتك. طيب انا هجيب الدفعه الاخيره من الاسئله. الى اي مدى مصر مستعده لحل النزاع لاخر مدى ممكن؟ والرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلام واضح، نحن مستعدون بدون قيد او شرط في الكليه الحربيه ان احنا نتواصل مع كل الاطراف من اجل الحل، وبالتالي لن يعني ندخر جهدا في هذا الاطار. طبعا مواجهه كل الاثار سواء السلبيه او الايجابيه بالقطع. دوله بحجم مصر الكبير بحجم قدره يعني اجهزتها وجهاتها وقيادتها وخبرتها الطويله في هذا الصراع تقدر تمكنها من قياس الاحتمالات المختلفه للاثار السلبيه والايجابيه ووضع سيناريوهات للتعامل معها. وده امر يعني ما هوش جديد على الدوله المصريه، وده مش كلام ايضا بلاغي، يعني من يعرف هذه الدوله جيدا ويعمل فيها ويقترب منها بيعرف كويس انه في هناك طريقة متوارثة وعلمية وتحدث دائما في التعامل مع الأزمات والاستعداد للأزمات. فأنا بس بطمئن نفسي قبل ما أطمئن حضراتكم على إنه هذه الأمور محسوبة، وكمان محسوبة من أقصر سيناريو يسارا إلى أقصى سيناريو يمينا. لا يستبعد صانع القرار المصري أي نوع من الآثار أو السيناريو، وكل السيناريوهات موجودة و يعني مصر تعد لها العدة. وأنا هنا لن أضيف كثيرا إلى ما قاله مجلس الأمن القومي في قراراته الستة، تحوي كل ألوان الطيف لكل من يريد أن يتصور أو يتخيل أو يحتمل أثر موجود رد عليه. وبالتالي هذه مسألة الحشود العسكريه في المنطقه العسكريه الغربيه في المنطقه طبعا ده امر مقلق للجميع، ومصر جزء من الجميع، والكل قلق من هذا الحشد يؤدي الى تصعيد للازمه واتساع لاطرافها. الدول الغربيه اللي بتحشد او الولايات المتحده الامريكيه تحديدا مع بريطانيا بترى انه الحشد ده ردع، بانه قد يردع قوى اخرى اقليميه على ان تشترك في الحرب، وده احد الاثار المحتمله للحشد. لكن ايضا هناك اثار عكس ده تماما، هي ممكن تحفز القوى الاقليميه دي على ان تشتبك. وبالتالي مصر موقفها مع الموقف الدولي العاقل اللي هو انه اتساع هذا الصراع، هذه المنطقه ليست اكثر من قلب العالم. واهميه اسرائيل للعالم الغربي نحن لاحظنا. نشوف حرب اقليميه في هذه المنطقه قد تكون مقدمة لشيء أخطر بكثير مما شاهده العالم منذ عام 1945. في ظل التطور المذهل في كل أنواع التسليح وطرق التسليح وتحرك القوات ووجودها وانتشار القوات العسكرية في العالم. وبالتالي هذا يعني أمر مقلق للجميع، ومصر تؤكد مرة أخرى على ضرورة خفض التصعيد. الدور العربي احنا يعني مصر بتؤكد دوما وده موقفها طول عمرها انه مصر لا تتحرك وحدها، لانه هي جزء من انتماء اوسع. القضيه دي احنا كنا بنسميها طول عمرنا الصراع العربي الاسرائيلي، ودلوقتي بقت الفلسطيني الاسرائيلي نتيجه انه مصر خدت ارضها، عملت اتفاقيه، الاردن عملت اتفاقيه، لسه الجولان محتل ولسه فلسطين محتله. وبالتالي الابعاد العربيه للقضيه مش محتاجه اضافه اليها من جديد. الجهود الدول العربيه احنا بنحيي كل الجهود العربيه وكل بقدر يعني استطاعته وبقدر ظروفه وبقدر قراءته، لكن بنتطلع اكيد
إلى مزيد من التعاون العربي والجهد العربي، ويعني خاصة إنه ممكن ده مذكور في أو أحد الزملاء أشار إليه في سؤال آخر، إنه المجموعة العربية بالفعل هي الآن نشطة جدا في الأمم المتحدة، بتعقد اجتماعات، والسيد وزير الخارجية موجود، وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري موجود في نيويورك، بيحضر اجتماعات مجلس الأمن اللي هتعقد النهارده على المستوى الوزاري، وبيحضر أيضا الاجتماعات التمهيدية للمجموعة العربية، وأنا أظن إنه وزارة الخارجية هيبقى عندها أخبار يعني في هذا الاتجاه في خلال ساعات هنسمعها، بتحرك عربي جماعي داخل الأمم المتحدة وبالتحديد في الجمعية العامة بعد ما فشل مجلس الأمن مرتين في اتخاذ قرار بسبب الفيتو، وده يبيح للجمعية العامة إنها تنظر في مثل هذا الأمر. الإعلام الغربي جه في سؤالين، أنا بس عايز أقول حاجة، يعني أنا طبعاً اعترضت على تعبير الانبطاح لأنه ليس هناك انبطاح أو غير انبطاح، هناك طريقة في التعبير، إحنا بنحترم كل زملائنا، وأنا بعتبر كل الصحفيين المصريين والعرب والأجانب زملائي، وأنا أعمل بهذه المهنة وهم زملائي ولهم كل الاحترام، وهم يجتهدون وقد يأخذون أجراً واحداً فيخطئوا، وقد يأخذوا أجرين فيصيبوا، إنه عمل حاجة صح أو حاجة غلط ده ما بيخضعش لمعياري أنا، ده بيخضع لمعايير احنا متفقين عليها كصحفيين واعلاميين على مستوى الدنيا، اللي هي معايير النشر الموضوعي، احنا مش بنخترع حاجه من عندنا، النشر الموضوعي له تكست بوكس وله مدونات موجوده في كل الصحف ووسائل الاعلام في الدنيا، اللي هي تراعي الموضوعيه، تراعي ذكر الحقيقه، تراعي تعدد الاطراف، تراعي التوثق من المصادر، كل دي امور موجوده في الدنيا كلها، يخضع عليها الصحفي في فنزويلا، والصحفي في الامارات، والصحفي في القاهره، والصحفي في واشنطن. كل اللي بندعوه لزملائنا الصحفيين والاعلاميين في الدنيا ان احنا كلنا نلزم نفسنا بكتالوج مهنتنا. ونتبنى وكل واحد حقه يتبنى في رايه ما يتبناه في وسائل وصور العمل الصحفي واشكالها، هو ده الملزم. في مقالات الراي لا شيء ملزمه. إلا يعني حدود الأخلاق العامة، إنما تبنى ما تريد في مقالات الرأي. وهنا لما يكتب توماس فريدمان ما كتبه منذ أيام، وهو رجل معروف طبعا ككاتب كبير ومعتبر وبصداقته لإسرائيل، عندما يحذر إسرائيل مما يعني قد تقع فيه، ده أمر يعني يحسب له ورأيه. لكن وسائل وأشكال العمل الصحفي إحنا كل اللي بنطلبه بس من زملائنا، وانا بقول التغطيه، وانا لم يعني اذكر نقدا كبيرا للاعلام الا في حدود ما يراه. انا بقول زي ما زملائنا المصريين وعدد من غير المصريين عايزين يدخلوا غزه، انا بقول السلطات الاسرائيليه عليها ان تضمن حياه الصحفيين من كل جنسيات العالم لدخول غزه. اذا كانت دوله ديمقراطيه فعلا زي الإعلام الحر جزء من الدولة الديمقراطية. إذا كانت إسرائيل عايزة وحريصة على أن تطفئ الأنوار بقطع الكهرباء في غزة، وتطفئ الأنوار بقطع المعلومات عن غزة، ده يبقى قرار إسرائيلي موجه ضد الرأي العام العالمي كله. لكن وجود الإعلام داخل غزة أمر ضروري، الإعلام الحر كله عشان يقدر يوصل للحقيقة من غير وسيط، لا يتقال له دي دعاية فلسطينية ولا دي دعاية إسرائيلية، هو يوصل بنفسه للحقيقة. فإحنا بنطالب كل الهيئات المختصة بحرية الإعلام في العالم أن تتحرك من أجل أو حصانة الصحفيين والإعلاميين الموجودين في غزة، زي ما أقول مرة تانية قدر منهم 20 حتى الآن كلهم فلسطينيين، وأنه تضمن تأخذ ضمانات من دولة الاحتلال بأمن وسلامة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم داخل القطاع. وأنا يعني حضراتكم صحفيين دخلوا مناطق حرب أشد ضراوة من دي وسمح لهم، فيبدو أنه ليس سلامة الصحفيين هي اللي بتشغل إسرائيل، هي صمت الصحفيين وعدم وصول الحقيقة إليهم أو وصولهم للحقيقة هو ده ما يشغل. فأنا بدعو مرة أخرى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كلها المعروفة ل يعني التدخل، فأدعو
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا ولجنة حقوق الإنسان في جنيف إنها تتحدث في هذا الشأن. الموضوع الخاص بالمصابين الفلسطينيين يعني ما فيش شك عندي واحد، ومصر فعلت هذا في كل الاعتداءات السابقة على غزة، أن كل من يحتاج إلى العلاج من الأشقاء الفلسطينيين في مصر، وعندما يعني يتاح فتح المعبر من الجانب الفلسطيني سيدخلها فورا. السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة كان في زيارة من أسبوعين أو من 10-12 يوم إلى سيناء لتفقد المنشآت الطبية كلها وتدعمها بأفراد وبمعدات جديدة من أجل استقبال أشقائنا المصابين من غزة. مستشفياتنا، أطبائنا، معاملنا، أخصائينا، طاقمنا الطبية كلها مستعدة في أي لحظة أن تستقبل أشقائنا وأن توفر لهم أفضل ما لدينا من وسائل العلاج، فور أن ترفع السلطات الإسرائيلية يدها عن التهديد عن المعبر رفح من ناحية غزة. التدخل البري، وده آخر شيء طبعا، لا في الجزء يعني الإعلام العربي ودور الإعلام العربي، دور الإعلام العربي أن يكون مهنيا ويطبق قواعد المهنية، بس مش عايزين حاجة تانية. إن إحنا ننقل الحقيقة بأساليب العمل الصحفي والمهني اللي إحنا اتعلمناه، وإن إحنا نتواصل بها عبر وسائل التواصل بلغات العالم، نحاول إن إحنا نعمل لها ترجمة سبتايتل أو ترجمة دوبلاج أو غيره، لكن نعملها مهنية عشان العالم، وإحنا عندنا كم درس من إعلام عربي وإعلاميين عرب خلال الفترة اللي فاتت، شفناهم على وسائل إعلام أجنبية وشفنا تأثيرهم القوي جدا نتيجة مهنيتهم وصراحتهم. والصراحة لا تزعج أحد، هو التجاوز اللي ممكن يزعج. فكونوا صرحاء، كونوا مهنيين، كونوا موضوعيين، كونوا صرحاء، وصلوا أصواتكم للعالم كله بلغته، وإذا يعني اتعاونوا مع بعض في الترجمة وقولوا في ناس كتير تقدر تعمل ده بممتاز السهولة. آخر سؤال ورد ليا اللي هو التدخل البري. مصر مش بتتحدث عن التدخل البري الآن، مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار. التدخل البري تدهور أكبر للموقف، والتدخل البري سيفتح أبواب لتفاعلات إقليمية غير مرغوب فيها من أحد الآن، لأنها هتؤدي إلى تفاعلات دولية غير مرغوب فيها أيضا. وبالتالي نعم، هناك حسابات مصرية مؤكدة كما ذكرت منذ قليل لكل تطور ممكن أن يحدث ما في الدخول أو الغزو البري أو الاجتياح، لكن مصر ترى أن الوقت مناسب الآن لوقف فوري لإطلاق النار، ممكن يبدأ بوقف إطلاق نار إنساني ويمتد بعد هذا إلى وقف إطلاق نار دائم يعقبه مفاوضات. أنا أطلت على حضراتكم، لكن بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا.